مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. ودعت زوجة رياض محرز البريطانية تايلور وورد متابعيها، حيث عبرت عن دعمها الكامل لزوجها رياض بعد توقيعه مع نادي الأهلي السعودي. وأهم ما نشرته تايلور وورد عبر صفحتها الرسمية في السوشيال ميديا: متحمسة لمغامرتنا القادمة معا، ولا أصدق أننا سنغادر مانشستر، سوف أعتز بذكرياتنا للأبد. المحطة التالية السعودية. لعرض إعلاناتكم على باقة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.